مشاهدينا ومشاهدي نايل لايف شبكة ام تي ان، اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من نهارك سعيد. النهاردة لحد 23 يونيو 2013، ويا رب يكون اسبوع سعيد، واعتقد ان الاسبوع اللي جاي يعني ان شاء الله يعدي على خير. انا مش ما عنديش اي توقعات للي هيحصل، بس باذن الله مصر دايما هتفضل بخير. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير ايمان، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل. النهاردة الأحد، بكرة أو كمان أسبوع بالضبط اللي هو يوم 30/6/2013، هيبقى فيه بعض المظاهرات والاحتجاجات في الشوارع، زي ما كان في تجمعات لطيفة جدا من التيارات الإسلامية في ربع العدوية يوم الجمعة اللي فاتت أو أول امبارح. كل واحد بيعبر عن رأيه في الرئاسة وفي الحكم وفي اللي وصل له مصر من بعد ثورة 25 يناير. النهاردة في خبر غريب شوية إيمان في جريدة المصري اليوم، معرفش الخبر ده ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، إنما بيقولك إنه في يوم 30 في وفد من رئاسة الجمهورية هيجي مبنى مابسبيرو هنا عشان يتابع اللي بيتقال على ثورة أو على التجمع اللي هيحصل يوم أو مليونية 30/6. هل ده صح؟ ما اعرفش، انا مش عارف اذا كان ده صح ولا غلط، لكن اذا كان وفد من الرئاسه يريح يتكلم في هذا الموضوع، احنا اوريدي يعني في التلفزيون بنتكلم المصري على الحياة يوم الجمعه طبعاً اللي فاتت كان بيعرض اللي بيحصل في ربع العدويه، جامعه ربع العدويه، والتجمع بتاع الاخوان المسلمين والتيارات الاسلاميه بشكل محايد جدا، وكون التلفزيون المصري طول الوقت محايد جدا في ان هو بيعرض برضو المليونيات الخاصه بالمعارضه. انا مش عارف، عموما الوفد ينورنا وبرضه هنتكلم بصوره حياديه جدا، وهنتابع نعم الاخبار يعني اب تو ديت يعني طبعا مع الساده المشاهدين. عندنا ايه بقى النهارده حضرتك؟ النهارده معانا اول فقره هتبقى فقره الصحافه، هتبقى مع الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، ونتكلم عن اهم اخبار النهارده. حضراتكم زي ما انتم عارفين ان قانون مباشره الحياه السياسيه كان بينتقل من مجلس الشورى الى المحكمه الدستوريه العليا، ومن المحكمه الدستوريه العليا الى مجلس الشورى، عشان في بعض المواد الغير دستورية اللي اعترضت عليها المحكمة الدستورية العليا. كثير من القوانين الخاصة بمباشرة أو حق مباشرة الحياة السياسية هنتناقش النهاردة في بالتفصيل، وأنا نفسي الحقيقة أعرف كثير من هذه المواد أو هذا القانون، مع سيادة المستشار سامح سيد محمد وكيل هيئة قضايا الدولة. الاقتصاد طبعا حاجة مهمة جدا وحاجة قلقانة جدا الفترة اللي جاية. هنتكلم عن الاقتصاد بعد 30 يونيو هيكون شكله عامل ازاي، واخبار البورصة هتكون ايه، والدولار هيوصل لكام. هيكون معنا النهاردة استاذ ايهاب سعيد خبير الاوراق المالية، ونتكلم عن الاقتصاد. حضراتكم لو اكيد بتمروا على مدارس الثانوية العامة في الشوارع في كثير من انحاء جمهورية مصر العربية، هتلاقي الطلبة يعني اما عمالة تعيط، يا اما عمالة تفرح، يا اما في حد بينهار ويا اما بيغمى عليه. كثير من الاقاويل خاصه بالقانون الجديد للثانويه العامه، نفسنا بقى نخلص من مشكله الثانويه العامه والاحساس الرهيب بالخوف من الثانويه العامه في جمهوريه مصر العربيه. قانون طلع جديد مش عارفين، ناس كتيره قوي ضده وفي ناس كتيره معه. حوالين هذا الموضوع هيبقى معانا ومشرفنا الاستاذ محمد سكران رئيس رابطة التربية الحديثة. برنامج كيدز ريد ده برنامج يعني أطلقته المجلس الثقافي البريطاني، وهيكون معانا النهارده ضيفتنا سهر الدماطي من المسؤولين عن البرنامج، وهنتكلم عن أهمية القراءة للأطفال. سريعا نبتدي يومنا النهارده، ويا رب يوم جميل، ويا رب يبقى يوم لطيف علينا جميعا يا رب، وعلى مصر وعلى الشعب المصري. نبتدي بفقرة الصحافة والأستاذ محمد عبد الرحمن في ضيافتي حالاً.